كواليتي كبير جدا اه وما كانش متشاف، ما كانش عليه خالص، الضوء، ما حدش على فكرة كان يعرف عارف دي، مع احترامي. زي حته يعني حاجه ذهب كده وعليها شويه تراب، تراب. محتاج بس اللي يمسحها عشان يلمعها وينظفها ويوريها ليظهرها للناس. لكن هو كواليتي رائع، لعيب سوبر. لكن هو برضه عشان الحق يقال ان الزمالك اضاف له، يعني اضاف ازاي؟ الزمالك عليه في حته الارقام، يعني زيزو دلوقتي بقى بيجيب ارقام كتهديف رائعه. في ماشي. بلجيكا ما كانش نفس المستوى بتاع التهديف ليه؟ ده. عشان الدوري مثلا هناك أصعب، ولا لا عشان هو إمكانيات الفرقة ما كانتش تساعد، ولا إيه؟ زمايله ممكن مش مساعدينه، وما كانش بيلعب على الجول اكتر زي دلوقتي، كان دايما لكن يلعب هو في بلجيكا كده كان بنفس المستوى اللي إحنا كان بنشوفه لعيب دلوقتي؟ هايل سوبر. لا والله. اه والله كان لعيب كبير. يعني طب محدش من المنتخبات الوطنية انت المختلفة بص دايما ما عليه؟ بص، انت طول ما انت بتلعب بعيد عن الاهلي والزمالك فانت مش متشاف. خلينا نكون واقعيين بس، ده حاجة يعني سلبية جدا. بص يا امير، طول ما انت بعيد عن الاهلي والزمالك